هالمواعدكم مع إيت سمارت مشاهدينا، واليوم نتالي بدها تحكي لنا عن سلامة الغذاء. يعني ما في كهرباء، عم نعاني من كذا شغلة وما عم نعرف شو بدنا نشتري، وإذا اشترينا قد إيه وقت بيضاينوا بالبراد. يعني صرنا عم نشتري بال 100 جرام 100 جرام، يعني كنا نشتري قبل وقية أو 300 جرام الجبنة أو الجامبون أو الشاركوتري، هلا عم نشتري أنجأ تنخلصهم ونرجع نشتري هلا كل يوم بيومه. يعني ستيفاني بالظروف الراهنه هلا ما في ادويه، وعاده وقت اللي تنقطع الكهرباء بيصير ريسك التسمم الغذائي كثير اكثر، مشان هيك نحن لازم نعمل وقايه، لازم نعرف شو بيبقى بالبراد، شو لازم نكبه، لانه بالنهايه اذا نحن تسممنا وما لقينا دواء نطبب حالنا او نطبب اولادنا، بعتقد المشكله بتكون اكبر. مشان هيك مهم كثير هالموضوع، وعم يجيني كثير اسئله على السوشيال ميديا، ان كان على فيسبوك او على انستغرام، على اسئله الناس ممكن انه تصير معها. يعني يا ترى شو وات از سيف وات از نوت سيف، شو لازم نكب شو ما لازم نكب. بعد افضل نكب بعض انواع من المأكولات، لسوء الحظ اكيد ما لازم نشجع انه الاشياء اللي موجوده عندنا بالبراد نكبها، بس بين انه نكبها او يصير في تسمم غذائي وما نلاقي دواء، بعتقد الخيار الكب احسن اكيد لسوء الحظ. يعني هلا وقت اللي نحكي عن التسمم الغذائي، الاشياء اللي منا اكيدين منها ما لازم ندوقها. يعني بعرف كثير اوقات يمكن الاجبان او اللبنه، من لفت انه ندوقها نحن بنكون عم نعرض حالنا لريسك بكتيريا معينه، منها الليستيريا، منها كثير بكتيريا ممكن انه تكون موجوده على المأكولات لانه قعدت بوقت معين لفتره طويله بدون ما تكون بالحراره المناسبه. هلا بما انه حكينا عن اللبنه، حكينا عن الاجبان، خاصه هون انا بدي خص بالسيدات الحوامل، هل لازم يعني الريسك تبعهم اكبر من حيلا شخص ثاني، الاولاد الصغار اللي كمان يمكن الامهات بتحضر، اوقات كانت تحضر يمكن خلطه او ماكولات مطحونه لفتره كذا يوم كرمال ما تضطر تطبخ. هلا افضل انه تطبخ كل يوم بيومه كرمال ما تخلي شيء بالبراد او بالفريزر ويكون في ريسك انه الولد يعمل تسمم غذائي. ما ننسى انه الولد اللي بيعمل تسمم غذائي في ريسك كثير كبير انه يعمل جفاف ويضطر يفوت على المستشفى، مشان هيك الوقايه مهمه 100%. نحن لازم نشوف نحن شو فينا نعمل، لانه ما فينا نكب المسؤوليه دائما على على غيرنا ونقول وننق كل الوقت. مزبوط اللي قالته رانيا، لازم نكون ايجابيين بالرغم من كل شيء. خلينا نحن بهالطريقه هي بالوقايه نقدر نكون بطريقتنا ايجابيين. اذا بنحكي عن الاجبان والالبان، الاجبان البيضاء بالاجمال نحن معودين ناكل جبنه بلديه، جبنه عكاوي، حلوم. هالاجبان البيضاء بالاجمال اذا اشتريناها مغلفه بتكون عاده منعملها باستوريزاسيون، بس هالاجبان البيضاء لانه نسبه المي فيهم كثير عاليه ما لازم تضل اكثر من ساعتين برات البراد ديجا، خاصه انه هلا كثير حراره الجو عم بتكون كثير مرتفعه، لازم ما نخليهم لفتره طويله. واذا بنحطهم بالبراد ما في كهرباء، اذا بنحطهم بالبراد قد ايه بيضاينوا بالبراد؟ الجبنه البيضاء اكثر. واذا ما في كهرباء، اذا ما في كهرباء انقطعت الكهرباء، البراد بيخلي المأكولات سليمه لفتره 4 ساعات، هيدي اذا كانت حراره البراد إذا ما فتحنا تحت الأربع درجات. مزبوط، دونك مهم كثير ما نفتح الباب وما نخلي المأكولات اللي يعني هلا رح أقول شو هي المأكولات اللي مخطرة، ما لازم نخليها أكثر من 4 ساعات ببراد مسكر على حرارة 4 درجات، أكثر من 4 ساعات في ريسك إنه هالبكتيريا تتكاثر اللي مضرة للصحة تتكاثر. هلا الأجبان البيضاء بالإجمال هي من الاجبان اللي منا كثير سيف، عم بحكي لبنه، عم بحكي جبنه بيضة بلديه الى اخره. هلا هالاجبان هي ممكن مثل ما قلت الاسبوع الماضي فينا نحطها بعلبه، اذا عارفين انه الكهرباء رح تنقطع 6 أو 8 ساعات افضل نحطها بعلبه بالفريزر، لانه الفريزر بتضلها درجه الحراره الفريزر اوطى وبتضلها بالسيف زون بنسميها، يعني بمعدلات منا خطره. دونك الاجبان البيضة تما نكبها
من الأفضل إذا عارفين إنه كل الليل رح تنقطع الكهرباء يعني أكثر من 8 ساعات، خلينا نحطهم قبل ما ننام، نحطهم بالفريزر، هيك بنكون أكيدين إنه نحن هالأربع ساعات الخطرة يعني تخطيناها وقدرنا ما نكب الأجبان والقلبين، ولكن نحافظ على نوعيتهم. الأجبان الصفراء بس قلت شغلة نتالي، مندوق اللبنة شو لازم نعمل؟ يعني اذا هيك شكينا دغري لازم نطلع يعني مثلا يعني اللون مثلا اللبني عاده بيكون في يمكن مثل كوش لونه مصفر اكثر، يعني مغير لونه، ريحتها مش حلوه، دونك هيدي اكيد لازم بدها تنتلف. الجبن البيضاء عاده اذا كانت مية الجبن البيضاء هيك سلايمي جلويونت، هيدا دليل انه اكيد في بكتيريا، افضل انه نكبها. الجبن البيضاء اللي فينا نعمله كمان هي انه نحط مي وملح بمعدلات عالية ونحفظ هالجبن البيضة بمي يعني نغمسها بالمي والملح وحطينا زيت. الزيت كمان بيساعد انه يحفظ اكيد المأكولات، بس تل حتى مع هالبروسيجرز هول اذا الحرارة كانت عليت اكثر من ما لازم دونك في ريسك انه عم يسألوني اذا الجبنة يعني هيك شوي انجأ لونها مغير شاكين فيها، مش احسن اذا عملناها جريلد؟ هلا بعض الاجبان مثلا الجبنه البلديه ما فينا يعني ما فينا كثير نسخنها، بس من افضل الطرق كمان انه عم نحكي نحن هون عن الجبنه اللي تغير لونها، لازم كل البارتي اللي مغير لونها على على مزبوط على تقريبا 2 سم نقصها، لانه البكتيريا بتفوت على قلب الجبنه. عم بحكي هون انا عن الاجبان الصفراء بالاخص. الجبنه البيضاء كثير دقيقه، يعني افضل انه ما نتني ولا، بينما الجبنه الصفراء اذا كان في على وجهها يمكن شويه مولد يعني شويه عفن وبقيه الجبنه منيحه، منقص تقريبا 2 سنتي وفينا نرجع نستهلك الجبنه الصفراء، واكيد افضل انه نسخنها. يعني ذا سيفست انه للاستهلاك هي انه نرجع نسخن الاجبان. دونك حطيناهم بالفريزر للاجبان. اللحوم خلينا نحكي عن اللفت اوفرز، انا 5 دقائق اوكي. البقايا الاكل عاده اذا طبخنا افضل انه نطبخ على قد ما يبقى اكل بالبراد، لانه من الماكولات اللي ما بنفكر انه ممكن تنقل او بالاحرى تخلي هالبكتيريا تتكاثر هي اللفت اوفرز او بقايا الاكل الطعام اللي نحن بنكون طبخناه ومنه الرز. الرز اللي هو الناس بتفكر انه كثير سيف، الرز هو من المأكولات اللي خطرة خاصة إذا كانت حرارة البراد عم تطلع فوق الـ 8 درجات تقريبا. دونك مهم كثير انه المأكولات اللي بتحتوي على الرز ما نخليها ما ناكلها إذا البراد باقي اكثر من 4 ساعات عم نحكي مسكر بلا كهرباء. هيدي اول نقطة. ثاني نقطة هي انه المأكولات اللي بتحتوي على اللحم المفرومة خاصة الدجاج، لانه الدجاج إذا طبخناه منيح ما في ريسك، بس اذا نحن مش طابخينه بطريقه صحيحه ويمكن بقي شقفه من الدجاج منا مطبوخه منيح والحراره البراد عاليه، هون كمان في ريسك انه البكتيريا تتكاثر. مشان هيك ليفت اوفرز مثل الجبنه لازم نحطها بالفريزر اذا عارفين انه نحن الكهرباء رح تنقطع لفتره طويله. وقت اللي نحكي عن الخضره والفواكه اذا عنا سوري نتالي اذا عملنا يخنه يخنه بازيلا بلا لحمه قد ايه بتضاين بالبراد؟ انا برايي ما لازم نتركها بالبراد لانه قطعه الكهرباء عم تنقطع اكثر من معدل الاربع ساعات. خلينا اذا بدنا نرجع ناكلها ثاني يوم نحطها بالفريزر، واللفت اوفرز بنرجع فينا بعدين نطبخها نسخنها. وكثير مهم كيف عم نرجع نسخنها، يعني لازم الاكله ترجع تنغلى يعني بالطنجره مش بالطنجره، نزيد لها شويه مي كرمالتها ما تلزق اكيد وتحترق وكرمالتها توصل لمعدل حراره تقتل هالبكتيريا هي. الفريزر بالاجمال بيضاين تقريبا 48 ساعه اذا كان ملين،
يعني اذا الفريزر حاطين فيه غراض الماكولات رح تجلد، بيضلوا الماكولات اذا ما انفتح الفريزر 48 ساعه سيف، بس على شرط انه تكون حراره الفريزر تحت الصفر. اوقات الفريزر عندنا منه تحت الصفر، وهيدي شغله يمكن ضروري انه ننتبه لها. اذا عندنا ميزان حراره هيدا بيساعد اكيد، بس ننتبه كثير مهم انه تكون الغراض الفريزر مليان. اذا كان الفريزر نص مليان يعني ما فيه كتير اشياء، بداين اقل، بداين 24 ساعه. هيدي شغله كتير مهمه لازم ننتبه لها، لانه الماكولات هي بحد ذاتها لانه بتجلد بتساعد انه تحافظ على حراره سيف. كيف فينا نحافظ على فريزر يداين اكثر؟ اذا كان منه مليان الفريزر تبعولنا، فينا نحط اناني مي. الاناني المي بتجلد بس تكون جاي الكهرباء، كتير مهم انه تكون مجلده، وهالمي المجلده هي رح تساعدنا انه نحافظ على الماكولات لفتره طويله. يعني كانه في ثلج بالبراد. مزبوط، مثل كانه في ثلج بالبراد. والناس اللي عندها الـ يعني الارتفيشال فريزر البلاستيك اللي منه ثلج ولكن بيتلجوا، لازم هلا يستعملوهم، لازم نحطهم بالفريزر. بس الاناني اهين اذا الواحد ما بده يشتري. صح، الاناني المي او تبروير نحط فيه مي ونحطه بالفريزر، نعبي نص البراد الثاني اللي فاضي نعبي مي كرمال تنخلي هالفريزر هيدا يداين 48 ساعة مش 24 ساعة ويضل المأكولات. بعد عنا دقيقة نتالي تنختم. وقت اللي نحكي كمان عن الخضرة والفواكه، كل شيء مقطع خضرة فواكه مقطعة بالبراد ما بتضاين، دونك هي كمان إذا عارفين إنه ما رح ناكلها يا نعملها مربى يا نحطها بالفريزر نرجع نطبخها بعدين. الخضرة والفواكه أكيد يعني اللي ولا غسلناها ولا طبخناها ولا قصيناها أكيد بتضاين. مهم كتير كمان ننظف البراد، البراد ضروري إنه ننظفه، مش ضروري نستعمل أوجافيل أو يعني مساحيق كتير. صابون بيكفي، صابون ومي بكفي. وبعتقد هيك بنكون يعني قد المستطاع. ما ننسى البيض كمان، البيض كتير دقيق، اذا بقي بالبراد كمان لازم نكبه. هيدي شغله، هاي الشغله اللي بالنهايه رح نكبها. لازم نشتري كميات قليله، اهم شيء ما نكتر ونستهلك ونرجع نشتري 100%. ثانك يو ناتالي، هاف ا نايس ويكند. للمشاهدين وقفه ونتابع.